ألو ألو إيه؟ جاهز لتعرف من المخادع؟ أنت لازم تقوي قلبك كتير لتتحمل الصدمة. قليلي مين أنت وخلينا نتقابل ونحكي بالموضوع. أغلب الوقت الناس القريبين من أمن فيهم، بس هنن يلي بيخدعونا. ونفس الشي تماماً عم يصير معك هلا. في شخص قريب منك عم يخدعك يا ساركار. مين ما كنتي تكوني، أنا ما بنصحك تختبري صبري أبداً. احكي معي وش لوش. أنا واقفة هلا وراك تماماً. هي انتي؟ قولي مين هو المخادع؟ هي مرتك جاسودة. ها؟ وقفي يلا. لا تجيبي سيرة جاسودة على لسانك، أنا بوثق فيها لدرجة كبيرة. وأنتِ مجرد بنت سيئة، كل يلي بيهمك المصاري وبس. لا تحكي، أنا ما بوثق فيك أبداً. كنت بعرف إنك رح تعصب، لأنه الحقيقة ما رح تعجبك بالمرة وصعب إنك تتقبلها بهي السهولة. بس إذا أنا ورجيتك دليل بيدعم كل الاتهامات يلي وجهتها لإلها، رح يكون عندك الجرأة لتسمع الحقيقة؟ بدك تشوف الدليل سيد ساركار؟ انتي عم تكذبي، هي مو الحقيقة. مو معقول، لا يمكن جاسودة تعمل هيك معي. حبيبتي ساجون لا تبكي، إذا فازت البنت أم الشعر القصير بهي المباراة نحن ما بيهمنا. كل يلي بدنا إياه أنه نخلص منها، صح؟ وأنا بعرف كيف أخلص منها. اتركي كل شي علي. صح نحن خسرنا بهذا اليوم، بس بكرة مناسبة. نحن رح نستغلها كرمال حبنا ينتصر على هديك البنت أم الشعر القصير. أنا رح فرجيها شو هي قيمتها وانهي لها كل الأحلام تبعها. ميت. أنا ما عاد حاسمع منك بعد هلأ. هديك البنت ربحت المنافسة، يعني هي رح ترجع على البيت مرة تانية، بس هي المرة ما عاد حدا بيقدر إنه يطلعها من البيت. بس هي ما فازت بالمباراة، نحن تعادلنا، يعني هي ما فازت. إيه بس كمان هي ما خسرت. ضليت توعدني إنك رح تخلص منها وإنه رح نتزوج عن قريب، بس ما صار هذا الشيء بالمرة، ويمكن كمان إنه ما يصير بالمستقبل. ما نميت، أنت بتعرف كتير منيح قديش بحبك. أنا بحبك أكتر ما بحب حالي حتى. أنت سهلت عليه القواعد بس لأنه مرأة، بس أنت ما فكرت أبداً بالبنت يلي بتحبك. تذكر كلامي، هي ما رح تخلينا نكون سوا وما رح تسمح لنا أنه نتزوج. أنا بعرف كتير منيح كيف حول هي الهزيمة لنصر إلنا كلياتنا. فهمي علي، حتى لو نحن ما تزوجنا مو مشكلة، بس بتشوفي شو رح أعمل بالعيد. رح أنتقم منها، رح أعمل لها مشكلة كبيرة كتير، وما رح تقدر تتحمل إنه تضل معنا بهذا البيت. بس وثقي فيني، فهماني؟ رح أتعادل معها بعيد الألوان. بوعدك 100 هودة رح تخسر قدامي، وأنا يلي رح فوز بكرة. أنا بتوقع إنه ما شافوني. بترجاكي وثقي فيني، أنا بعرف كيف سيطر على 100 هودة وخليها تنفذ أوامري. لا تقلقي أنتي، يلا تعالي نروح مشوار سوا. ما بدي روح لأي مكان. يلا نروح، رح تنبسطي بالمشوار. إيه؟ لا بقى تبكي، ما بتحمل شوفك بهي الحالة. يلا اركبي، يلا يلا استعجلي شوي.
متأكد إنه مانميت عم يخطط لشي قصة. لازم لحق ميت وما خليها تبقى ببيت ساركار، على الأقل لتصير منيحة. هذا الدليل سيد ساركار، مرتك هي يلي عطت هدول الوراق لميت. والدليل يلي رح ورجيك يا بيثبت إنه ميت عم تحصل على مساعدة من مرتها، وكمان قدروا يحصلوا على توقيع مع ميت. هذا مو اسمه كذب سيد ساركار؟ وبتتصرف قدامنا كأنها أوفى وحدة بالعالم، بس بالأخير بتطلع بالعكس تماماً. إذا مو مصدق الكلام يلي قلت لك يا، شوف هذا الفيديو لك، رح يأكد لك كل شيء وبيثبت إني ما عم كذب وإنه كلامي كله صدق. أنا ما عدت بحاجة لهدول الأوراق أبداً، لهيك أنا كتبتها. هاي الورقة يلي ممكن تستخدم ضدي أنا خفيتها على الآخر هلأ. اللي صدقتني هلأ، كان من العادات بهي القرية إنه يتكافأ الشخص المنيح ويتعاقب الشخص المخادع. اليوم لازم أنت تحكم على مرتك وتعاقبها. اللي رح تعمل هيك سيد ساركا؟ اطلعي لبرا! اطلعي! اللي صدقتني هلأ، كان من العادات بهي القرية إنه يتكافأ الشخص المنيح ويتعاقب الشخص المخادع. اليوم لازم أنت تحكم على مرتك وتعاقبها. اللي رح تعمل هيك سيد ساركار؟ اليوم لازم أنت تحكم على مرتك وتعاقبها. اللي رح تعمل هيك سيد ساركار؟ اللي رح تعمل هيك سيد ساركار؟ على مهلك شوي شوي. انتوا على شو عم تضحكوا؟ انتي وقفتي بوج مصارع قوي كتير اليوم، وهذا الجرح الصغير خوفك؟ لا تعملي مثل الاولاد. يلا بس عم يوجعني كتير، خليني احط لك الدواء. على مهلك. اهدي خليني اعالجك. بس بتشوفي شو رح اعمل بالعيد، رح اعمل لها مشكله كبيره كتير وما رح تقدر تتحمل انه تضل معنا بهذا البيت. بس وثقي فيني. وجعتيني. طلعي المحقق هون.